الخاوة اللي بيناتنا تعلينا تقوينا تقربنا. السلام عليكم متابعي قناة الخاوة، مرحبا بكم في هذا الفيديو. بلا شك كل مغاربة ساخطون وكاعين على موضوع الدهس اللي قام به مواطن فرنسي نواحي مدينة المحمدية، وهذا كله راجع إلى ماذا؟ إلى أن طفل صغير راعي غنم دخلت مواشيه إلى مساحة تعود ملكيتها للمواطن الفرنسي، فإذا به يخرج بسيارته غاضبا، سيارة من نوع داسيا، ويقوم بدهس المواشي بطريقة هستيرية، بطريقة لا شفقة ولا رحمة فيها. وهذا ما يطرح تساؤلات عديدة في رؤوس المغاربة كافة، فكيف يعقل أن الشعب الأجنبي والأجانب بصفة عامة الذين يعرفون بحبهم وعطفهم وبإنسانيتهم وبدرايتهم القصوى بحقوق الآخرين، فكيف يعقل أن يخرج هذا المواطن الفرنسي بهذه التصرفات الغير اللائقة، وفي حق من؟ في حق صبي صغير وأمام أعينه لسبب بسيط وسبب غاية في البساطة. نتمنى من السلطات المغربية أن تدخل في صلب الموضوع، أن يتم القبض على هذا المواطن الفرنسي واتخاذ كافة الإجراءات في حقه، زيادة على أنهم يجب أن يراعوا مسألة الحالة النفسية للطفل، وأن يقوموا تتبع الطفل من طرف طبيب نفساني. أننا نحن كمشاهدين لما جاءت أعيننا على الفيديو صدمنا من هول ما رأيناه ومن هول المشهد، فكيف بالطفل الذي رأى المشهد أمام أعينه؟ ونحن نعلم كثيرا يا إخواني أخواتي أننا نحن كذلك لو ربينا فقط قطا في بيوتنا تكون هنالك علاقة يعني وطيدة بينك وبين ذلك الحيوان الأليف، فكيف بعلاقة هذا الطفل مع مواشيه والصدمة التي سيشعر بها وهو يرى مواشيه تموت أمام عينيه؟ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل هددهم المواطن الفرنسي هو وأحد الأشخاص بجانبه، وقال لهم أنهم إن لم يذهبوا من المكان سيقوموا بدهسهم هم كذلك. فيعني يجب على السلطات أن تتدخل بأقصى سرعة وأن توقف هذا الشخص عند حده وترد الاعتبار للصبي ولأب الصبي لأنه صاحب المواشي، لكي يهنى ويهدأ باله وخاطر المغاربة في الموضوع المؤلم. شكرا لكم على المشاهدة. خوا خوا ما بينتنا دواء. يعني ما عنده حتى علاقة بهذا الغنم ولا بهذا المكان، يعني بصراحة ما تنفعش. يعني شحال دابا ديال الغنم اللي تشوفها؟ لحد الآن دابا هذا هو الثامن، هذا ومع ذلك باقي ما شفتش أنا الغنم، ما شفتهاش، لأن الأخ ديالي تيقول لي سير شوف راه بزاف باقا مهلوكة. إذا إلا مشيت نشوف راه ربما غادي نلقى أقل شيء واحد 20 ولا 30 ولا الإن ولا شحال مضروب. وضح الناس علاش انت ما كنتيش هنا في عين المكان وقت الواقع. خويا ما كنتش في عين المكان لان كانت عندي اسباب شخصيه، كنت مع راعي ديالي الرسمي، كان عنده واحد المشكل، مشيت معاه يعني ديت لوبيطال، خليت الولد ديالي مع الكتيبه ديالي، كيف تقولوا راه ولدي وانا راه حنا واحد رازقناه، خليته مع الغنم. السيد جا هذيك العنصريه الله يسلمك. وخاص تنساش تابونات لاشينز، اكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من اول خاوه.